عارفين فال الحب، المشهد البديع اللي على جسر الفنون في باريس، المشهد الإقفال، كل اتنين بيحبوا بعض. يعني انتوا عارفين في روميو وجولييت في فيرونا، بتروح كده بترسم قلب تحت البلكونة كل واحد ويكتب هو بيحب مين، وده تقليد عالمي يعني. وتلاقوا الناس بتتدافع أمام هذا المشهد وبتصور نفسها وترسم القلب وتضع اسمه واسم اللي بيحبها، سواء كانت خطيبة، حبيبة، زوجة يعني. في باريس كان في إقفال الحب، المشهد الشهير اللي دايما حتى بنتداوله وينتشر في كل مكان. تخيلوا الناس هنا تفكر انها تعمل إقفال هذا المشهد ويمتد لغاية المنصورة زي ما هنشوف، وفي عيد الحب. يعني كيف وصلوا إلى هذه الفكرة؟ كويس جدا إنه الناس، يا جماعة ده أحسن من إن الناس تقعد تفكر أنا هعمل مولوتوف ولا هطلع سكينة ومطوة ولا أنا رايح أشتم فلان ولا أنا هتخانق مع فلان. مفيش حد يتعامل مع اللي إحنا بنتعامل معاه ده بإنها تفاهة أو سطحية، لأ بالعكس، فيها عمق مشاعر. المشاعر هي أعمق ما فينا، ومش تافهة ومش سطحية. حتى لو البعض عاوز يوصل بعض الرسائل المتعلقة بالحب، طبعا البعض ممكن يقول مندهش، هيقول ده العاشرة يا جماعة اللي بيبدأ بجثث وينتهي بنعوش وأكفان. فيعني لكن احنا في عيد الحب، ما احنا حتى السواد اللي احنا بنعرضه بحثا عن البياض وبحثا عن الحب. المصايب والكوارث بتكون كمان بحثا عن أطواء النجاة وبحثاً عن الحب. تعالوا نشوف استعارة فكرة إقفال الحب، أقفال الحب من باريس إلى المنصورة. لم يعد تعليق أقفال الحب مقتصراً على جسر الفنون بالعاصمة الفرنسية باريس، بل حملها العشاق لبقية المدن الأوروبية ومنها لمدن أخرى، وصولاً لمدينة المنصورة حيث وجدت أقفال الحب معلقة على أسوار نهر النيل هناك. اعتاد العشاق من حول العالم خلال زيارتهم لباريس على تعليق قفل حديدي بألوان وأشكال وأحجام مختلفة يحمل اسم الحبيبين وتاريخ اليوم على السور الحديدي لجسر الفنون بونديزار أعلى نهر السين، ويقومان بإلقاء المفتاح في مياه النهر تخليداً لحبهما. وازداد ذلك السلوك خلال السنوات الأخيرة حتى أصبح تعليق أقفال الحب على جسر الفنون من أهم التقاليد التي يحرص العشاق من داخل وخارج فرنسا على القيام بها خلال زيارتهم لباريس، حتى أصبحت علامة مميزة هناك. ولم يتوقف تعليق أقفال الحب عند أسوار جسر الفنون في باريس، حيث حمل العشاق ذلك التقليد الرومانسي لبقية الدول الأوروبية مثل أمستردام وبرلين وروما وبرشلونة وغيرهما، ومنها لمدن أخرى مثل موسكو ومراكش، حتى أصبحت ظاهرة عالمية تضيف لمسة جمالية على الأسوار. وفي مصر وتحديداً في مدينة المنصورة وجدت أقفال الحب معلقة على الأسوار الحديدية على جانبي نهر النيل، مكتوب عليها أسماء وتواريخ، ولكنها لم تأخذ شكل أقفال الحب الأخرى، فقد كانت أقفالاً تقليدية، ليست كتلك التي تصمم خصيصاً بألوان وأشكال مختلفة في المدن الأوروبية والصين. ولكن ظلت أقفال الحب على جسر الفنون هي الأشهر والأحب لدى العشاق، وظلت تلك الممارسة إلى أن وصل عدد الأقفال لمليون قفل، مما شكل ثقلاً خطيراً على الجسر. ولم تفلح دعوات السلطات بمنع تعليق أقفال جديدة، فقررت بلدية باريس إزالة تلك الأقفال نهائياً في العام الماضي واستبدال الأسوار الحديدية بأسوار لوحة شفافة ومنع تعليق أقفال جديدة. مش مهم تكتب اسمك أنت وحبيبك أو حبيبتك على قفل وتعلقه، مش مهم الهدية تبقى إيه، المهم أنك تعبر اللي بتحبه أو بتحبيه وتقول لهم حتى لو جملة بسيطة: هابي فالنتاينز داي، كل عيد حب وانتم طيبين.
طبعا الاقفال لانها على جسر بيعبر نهر السين وتقل الاقفال من كثرتها كان بيهدد كمان بسقوط الكوبري. انما شوفوا الانتقالها الى المنصوره حتى لو كان بشكل اللي احنا شايفينه، نشوف المشهد تاني بشكل مش كبير قوي، لكن في كل الاحوال يعني شوفوا الناس بدات تبتدع افكارا متعلقه بالحب. متى اهو كاتب ايه واحمد وبحبك موت محمد ورندا، ربنا يتمم حبكم بالسعادة، شريطة أن يكون هذا الحب نقيا. طبعا كمان المشكلة الأساسية عندنا دايما بنتعامل مع هذه الأفكار بتفاهة وسطحية. أنا بقول لكم لا، هي أعمق ما فينا هي المشاعر، وبالتالي حتى لو عبر عنها البعض بلافتة في الشارع بإقفال على كوبري بأي شكل لا تستهينوا بها. متى تختفي الأحقاد والكراهية وكل ما نفكر فيه، حتى لو إقفال الحب أفضل من المولوتوف، حتى لو اللافتات المعبرة عن الحب أفضل من اللافتات اللي بتشتم في مؤسسات مهمة في الدولة أو اللي بتحرض على العنف والقتل اللي بنشوفها وشاهدناها